بسم الله الرحمن الرحيم وبه نستعين والصلاة والسلام على أشرف الخلق أجمعين محمد وآله الطيبين الطاهرين. السلام عليكم سادتي وأحبتي المشاهدين الكرام مشاهدي قناة المعارف الفضائية، نرحب بكم أجمل ترحيب في حلقة جديدة من حلقات برنامجكم الأخلاقي، وهذه الحلقة كذلك بمعية ضيف البرنامج سماحة السيد محمد أمين شبر. إذن دعوني ابتداء أرحب وإياكم بضيف البرنامج الدائم سماحة السيد محمد أمين شبر، فأهلا ومرحبا بكم سماحة السيد. سماحة السيد، ربما تحدثنا في الحلقات السابقة عن الصفات الحميدة، الصفات الذميمة، وبالتأكيد عمر الإنسان حافل بالأحداث، كيف يستطيع الإنسان أن يستغل هذا العمر المحدود، له بداية وله نهاية ولا يعلم متى ينتهي هذا العمر، وكل إنسان بطبيعته يحب ويود أن يكون عمره طويلا. ما هي الأمور أولا التي تطيل من العمر، من أعمال بارة وأمور كثيرة ربما وعوامل مساعدة على طوال العمر؟ بسم الله الرحمن الرحيم. الإنسان أهم ما يملك يملك عمره. روي عن الإمام الحسين سلام الله عليه أنه قال: يا ابن آدم إنما أنت أيام، كلما ذهب يوم ذهب بعضك. هذا العمر عمر ثمين، يجب على الإنسان أن يعرف أولا كيف يقضي عمره، بماذا. لذا ورد في الحديث الصحيح عن نبينا صلى الله عليه وآله وسلم: يسأل المرء عن ثلاث، عن عمره فيما أفناه. يوم القيامة الله كلنا يسألنا، وقفوهم أنهم مسؤولون، هذا عمرك وين قضيت؟ سويت فيه قسم عمره صار 60-70 سنة هو بس يباع مسلسلات تمثيليات ويضحك الناس، هذا ايش راح يجاوب الله؟ قسم قضى عمره في المعاصي نعوذ بالله، هذا شلون راح يواجه رب العالمين حينما يلتقي في يوم القيامة؟ فالعمر له قيمة، الوقت له قيمة. لذلك أنت حينما تحب إنسانا تدعو له بطول العمر، تقول له أطال الله من عمرك، الله يطول عمرك بالله جل آمين. واللي يريد يكره الثاني على العكس، زين، يقول له نعوذ بالله، الله يقصف عمره والله لا يخليه إلى آخره. فإحنا من نريد ندعو لإنسان إنسان الطيب في صلاة الليل مثلا، عند قبور في الكعبة، عند قبور الأولياء، زين، اللهم أطل من عمر فلان، لأن هذا عمره فيه الخير والبركة. احنا ما ندعو الانسان اذا 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 عمره ما به بركه. لذلك موت الصالح، موت الصالح راحه لنفسه، لكن اذا مات الصالح بكت عليه السماوات، بكته خوام الارض، بكته الحيتان في البحار، كل شيء بكون عليه، لان خساره الموت الصالح. فقلنا وعلى العكس اذا كرهت احدا، يعني المجرم، أنا أتذكر عندما أعدموا طاغية العراق المقبور صار تهاني فرح كل دول العالم، قمنا بالمسجات واحد يبارك للثاني، لأن حقيقة موت الطالح راح للناس، الناس ترتاح من شره. فإذا إحنا ودنا نعرف ما هي الأمور التي تطيل من العمر، في عمري، في عمرك، في عمري أبوينا إذا موجود، إذا كانا موجودين، أو من تحب، هل هنالك أمور تطيل من العمر؟ نعم. جاء في الروايات، أقدر أستعرض بعضها. أولا صلة الأرحام، يقول صلى الله عليه وآله وسلم: من سره أن يبسط له في رزقه وينسأ له أجله فليصل رحمه. أما اللي يقطع رحمه، الله يقطع رحمته عنه يوم القيامة ويقصف في عمره، يقصر في عمره، هذا اللي يقطع رحمه.
فيستمعون إلي الأخوة الأعزاء المشاهدون أنه القاطع رحمه خلي يسرع في وصله. صل من قطعك، لا تقول لي مو خوش آدمي، روح صل من قطعك، صلوا أرحامكم ولو بالسلام. اليوم أكو مسجات دز له مسج يقول السلام عليكم بس، مو لا تروح له، بس لا تقطع. من وصية الإمام زين العابدين عليه السلام لولده الباقر عليه السلام يقول له إياك ومصاحبته، ما يقول له تقطع رحمك، يدري ما يسوي، إياك ومصاحبة القاطع لرحمه فإني وجدته ملعونا في كتاب الله. لا تمشي واحد يقاطع رحمه، نصحة أول مرة، وجهه، أصلحهم، سوي لهم غداء، سوي عشاء، أصلحهم، تجد قد أجر هذا عظيم. من وصية علي عليه السلام على فراش الموت، أوصيكم بتقوى الله بعد وصلاح ذات بينكم، فإني سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول صلاح ذات البين أفضل من عامة الصلاة والصيام. عامة الصلاة الواجبة والمستحبة، صلاح ذات البين أصلح بينهم، لا تظل تتفرج بأرحامك، أكيد أكو فيما بينهم سوء تفاهم، واحد قاطع الثاني، هذا ويا زوجته قاطعة، هذا قاطع ابن عمه، هذا أخوه، هذا قرايبه، لن نتفرج إحنا. نصح الحمد لله إن شاء الله ما عدنا قطع، بس مو نتفرج، خل نصلح حتى نحصل الأجر العظيم، حتى نصلح مجتمعنا، أيضا مجتمع متفكر. فإذا صلة الأرحام تطيل من العمر، مو بس العمر، تجد في الرزق، يبسط له في رزقه. العمل الثاني أو الأمر الثاني اللي تطيل من الأعمار أعمال البر، مثل كإنشاء مبرات الأيتام، هني أن هذا اللي يكفي اليتيم، يتيمين أكثر. أعرف أحد العلماء كافل لستة آلاف يتيم، هني الله طيب. وصل للمرجعية، وصل وكافل ستة آلاف يتيم، شون يلقى الله؟ هو اللي يكفي اللي، أو من مسح على رأس يتيم، لو ما بس تمسح عليه، النبي يقول كنت أنا وهو في الجنة كهاتين، صف يقعد يمسح لي على رأس اليتيم، فكم بمن يكفي اليتيم. وفي حديث آخر عن النبي صلى الله عليه وسلم يقول أنا وكافل اليتيم كهاتين، ويشير بسبابتيه. فذن أعمال بر تطيل العمر، لأن هذا اليتيم يدعو لك، دعاء اليتيم مستجاب، اللي تكفله، اللي تفرحه، اللي توكله راح يدعو لك بالتأكيد. زيارة المؤمنين هاي أعمال البر، زور لك مؤمن لله، من زار مؤمنا لا لحاجة ناداه الله أنت زائري وعلي قراك، الله يقول لك ضيافتك عليه. الصدقات، صدقات عيادة المرضى، أنا يعجبني ذاك الشخصية يقول لي أنا بالسبوع عندي زيارتي، لازم لو أكبر شغل زيارة للمقابر وزيارة للمستشفى، ما عنده مريض، ما عنده أحد، أي واحد مريض أنا أعود أقول له الله يشافيك ويعافيك وأدعو له وأطلع. كانت عظيمة طيب. للمقابر بها عبرة، عبرة يعني، بالإضافة إلى الثواب الذي سيسجل له. نعم. عبرة الإنسان طبعا. يحس بنعمة الشفاء. وترى ترى أكو مرضى، شيء بشيء، أكو مرضى أولادهم هامليهم، هيك عقوق الوالدين جاي نشوف بعيوننا، لو تركي ذبب. زرت مريضا في المستشفى بإحدى الدول يبكي مسكين شاب، يقول لي أولادي عندي خمسة ولا واحد رضى يجيني، أهلي مو بحالي، قاعد واحد أريد لي واحد يجي، ماكو أحد. في هذا من التتعودة وتسمى الكلمات الحلوة وتأخذ لفد هدية وياك، أشكور عند رب العالمين. زين، فهذه تزيد في العمر، عن النبي صلى الله عليه وسلم لا يزيد في العمر إلا البر، بر البر. ثالثا تجنب الذنوب والمعاصي، ترى المعاصي هي تقصف العمر، بعض الذنوب يذكروها تذكر في الروايات، يقول صلى الله عليه وسلم تجنبوا البوائق يمد لكم في أعماركم. وما هي البوائق؟ بوائق الذنوب، تجرع على الله، أذى الناس. في دعاء كميل اللهم اغفر لي الذنوب التي تنزل البلاء،
اللهم اغفر لي الذنوب التي تحبس الدعاء. مثل ايش هذا؟ مثلا ترك إغاثة الملهوف، ملهوف خطير محتاج ما عنده، طرده تطرده وانا طردك طرد هذا منه إله. ترك نصرة المظلوم، تضييع الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، فريضتان عظيمتان واجبتان، أخرى القرآن أخرى الروايات، إحنا تاركيها. أطلع من بيتي للاستوديو أشوف لي 100 منكر ما أنهى عن منكر واحد. أحسنت سمحت السيد، نذهب إلى فاصل ثم نكمل هذا الحديث معكم إن شاء الله. سادة المشاهدين الكرام، فاصل ثم نعود معكم، فتفضلوا بالبقاء معنا. روي عن رسول الله صلى الله عليه وآله أنه قال: من أحسن فيما بقي من عمره لم يؤاخذ بما مضى من ذنبه، ومن أساء فيما بقي من عمره أخذ بالأول والآخر. أهلا بكم مرة أخرى سادتي وأحبتي المشاهدين الكرام. سمعت سيد، هل نستطيع أن نقول جميع الأفعال الحسنة، جميع الصفات الحسنة هي ممن تطيل العمر، يعني بشكل مباشر أو غير مباشر، والعكس بالعكس، يعني الذنوب جميع الذنوب تساعد في قصر العمر؟ صحيح، ولكن هنالك ذنوب وردت يعني في الروايات فيها نصوص، مثل قطع الرحم، مثلا حبس حقوق المؤمن، حبس حقه، مثلا عقوق الوالدين. هنالك ملكان، ملكان لله، واحد منهم يصيح 24 ساعة بس هذا يصيح يدعو اللهم احفظ البارين بآبائه، يدعو لك ملك. ملك الثاني اللهم اهلك العاقين لآبائه، إذا ملك يدعو على هذا المسكين هذا العاق شلون هذا مصيره. فبر الوالدين يطيل من العمر، خصوصا إذا إنسان يدعو لأبوه وأمه هني الله. هاي سورة البقرة ترى اشتغل عرضة أطول سورة، سببها بر هذا الشاب لوالده. هذا الشاب دعت لأمه، دعا هنيئا لمن يدعو له أبواه. يقول صلى الله عليه وسلم: إن الله تعالى يزيد في عمر الرجل ببره لوالده. الأمر الخامس الدوام على الوضوء. هذا الوضوء البسيط اللي الناس تستهين به، ما يتوضأ إلا إذا صارت الصلاة على السريع عم يتوضأ، وأكثر الناس وضوءها غلط مع الأسف، مع الأسف طبعا بالضعف الفقهي عند المجتمع. توضأ، أسبغ الوضوء بالصورة الصحيحة بالنية بالأفعال، ثم توجه إلى الله وأبقى على الوضوء هذا. يقول صلى الله عليه وسلم: أكثر من الطهور يزيد الله في عمرك. الأمر السادس الذي يزيد في العمر هي زيارة قبور المعصومين عليهم السلام، ومنها زيارة قبر الحسين سلام الله عليه. من وصية الباقر عليه السلام قال: مروا، من فعل الأمر مروا، أمر مروا، مروا شيعتنا بزيارة قبر الحسين بن علي، فإن إتيانه يزيد في الرزق ويمد في العمر ويدفع مدافع السوء. شلون هاي؟ أنا حللتها. عندنا بالرواية الصحيحة إن لله 124,000 ملك، دول حافين بقبر الحسين، دول شغلهم يدعون لكل من يزور الحسين، فتزور الحسين دول راح يدعو لك ملائك بطول العمر، دعاء الملك مستجاب. الحسين حي، الحسين مو ميت، ولا تقول من يقتل في سبيل الله أموات، بل أحياء.
يدعو لك الحسين. إذا دعا لك الحسين بطول العمر، إذا شو منزلة عند الإنسان؟ أنا سامع من علمائنا اللي عاصرناهم إنه هذا مسجد السهل، هذا اللي قريب من مسجد الكوفة، من صلى فيه ركعتين أنسى الله من أجله لسنتين. أجل سنتين وراح. هذا مسجد السهل، مسجد العظيم هذا. زين. بعد من الأمور التي تطيل في العمر الاهتمام بالأهل وإكرامهم. كثير من الناس يحمل أهله، يبخل على أهله، ما يفكر بأهله، ملتهي بش اسمه بربعه وطلعاته وسفراته وديوانياته وقال وقيل، وتارك مسكينها المرأة وتارك أبنائه. يقول الصادق عليه السلام: من حسن بره بأهل بيته زيد في عمره. هاي أهم الأمور التي تطيل من عمر الإنسان. وأنا أشير إلى مسألة وهي على الإنسان العاقل يا عزيزي أن لا يأمن الأيام والدهر. لا تأمن الدهر، إن الدهر ذو غيري وذو لسانين في الدنيا ووجهين. الدهر لا تأمن بالدهر أبدا. أحسنتم سمحت السيد. مسألة الأجل الآن ذكرتم يطيل في أجله أو ينسبه إلى سنتين أو مشاكل. هناك يعني آجال أو أجل محتوم كما يطلق عليه وأجل غير محتوم، حبذا لو توضحون هذه المسألة. لطيف. أحسنت. يقول العلماء إن لله تعالى لوحين، لوح المحفوظ، لوح الثاني اسمه لوح المحو والإثبات. جيد. لوح المحفوظ الله كتب مثلا عليك أنت تعيش هلقد سنة، على فلان الله راح يرزقه هلقد أبناء ذكور هلقد إناث هلقد يعيش، كله بالمحفوظ ما حدري به هذا. وعنده مفاتح الغيب لا يعلمها إلا هو، لا نبي ولا مل أبد بس هو، هاي ما ندري به، هاي ثابتة متغير. لوح الثاني يسموه لوح المحو والإثبات، هذا قابل للتغير. شلون؟ الزيادة والنقيص. شلون؟ فلان الله سبحانه وتعالى قال لمن كتب هذا اللوح، لوح المحو والإثبات، كتبه على زيد يعيش 30 سنة، كتبه 30 سنة. اجى كفل ليتيم، اجى مثلا وصل رحمه، وصل رحمه عنده رحم يؤذي وقاطع، قال خلي اروح له في سبيل الله. يقول مسحه 30 سوى عمره 70. هذا اكو بالعكس، الله قال لنا كتبه على فلان أنه يعيش 70 سنة، سوى لدين من هالذنوب الفظيعة اللي تهتز العرش لها، كان نزلوه من 70 إلى 25 سنة. يحكي واحد، قصة حقيقية. أنا فترة عشت في الجمهورية الإسلامية في قم ندرس حوز، يقول أنا راكب بالباص، باص طالع من طهران رايح الأصفهان، يوقف بقم، قم بالطريق صايرة، السائق قال روحوا زوروا السيدة معصومة مثل بعد ساعة تجون للباص نتحرك ساعة بس بين الزيارة لهذا يشتري له حاجة كذا. ترى أنا ورا الساعة أتحرك، ما يجي ما أقدر أنتظر. يقول أنا شون فعلت زيارة السيدة معصومة عليها السلام، شون زيارة حلوة، شوية بكيت كذا كذا، ما حسيت بالوقت، روعت الساعة طاف الوقت، يجي صدق الباص راح. يقول أكو سيارة ثانية جت، قلت له أصفهان، نعم صعدت فيها. يقول بالطريق شفت صاير حادث على هذا الباص، حادث جرحى كلهم
بس القاعد بمكاني كان ميت. يا سبحان الله. بس القاعد بمكاني انقتل مسكين. شوف الله ايش سوى لهذا الرجل. الله يعلم هذا ايش سوى عمل طيب. الله سوى له هالأسباب من أجل أن يحفظه. لذلك الحديث الوارد عن الصادق عليه السلام: الناس يعيشون بحسناتهم أكثر مما يعيشون بأعمارهم، ويموتون بذنوبهم أكثر ما يموتون بآجالهم. فأكو حسنات تطيل من العمر، أكو ذنوب تؤجل في قصف عمر الإنسان، نعوذ بالله. فهاي ما ينافي باللوح المحفوظ الله كاتب هذا يعيش القد خلاص ما ندري. أما لوح المحو والإثبات ويثبت وعنده أم الكتاب الآية، فهذا ممكن أن يتغير حسب أعمال الإنسان. سؤال آخر وهو اللي يتوفى مثلا بحادث بده السيارة، حوادث كثيرة، حريق، غريق، كذا، هل يعتبر هذا من الأجل المحتوم أم الأجل اللي مثل ما تفضلت باللوحة؟ هاي ما نعلم بيها، ما نقدر، يعني أنا ما أقدر أقول إذا سافد واحد مؤمن مات بحادث، ما أقول هذا بذنوبه مات، هاي إحنا ما نعرف، هاي من الله، الله مطلع، ما يجوز إنها نحكم. ربما سمعت السيد نتوسع أكثر إذا كان هناك مجال في مسألة الأجل، لأنه كثير ما يطرح هذا السؤال، ولكن بعد أن نأخذ هذا الفاصل سادتي المشاهدين فاصل ثم نعود. أهلا بكم مرة أخرى سادتي وأحبة المشاهدين الكرام. نعم، سمعت السيد، البعض يقول أنه اللي يتعرض إلى حادث معين أنه هذا مو أجل المحتوم، وإنما مثلا هو إجا ذب روح أو بسبب غفلته، بسبب عدم انتباهه، بسبب يعني أكو حديث دائما يدور أنه اللي يموت بحادث أو اللي يموت بشيء مشابه لهذا أنه لم يمت هذا بأجله. كيف يعني مثل ما تفضلت قبل الفاصل أنه لا نستطيع أن نحدد طبعا أنه هذا إحنا أجل أو غير إحنا أجل. أكو ناس مع الأسف أكو أفكار كأن الحساب بأيديهم حينما يكفرون الآخرين، هي مشكلة التكفير التي نراها تقود إلى التفجير. إحنا ما يجوز أن نكفر الآخرين، وما يجوز إن أن نحكم على فلان مات بسبب ذنوبه أو فلان تعرض حادث الله يريد ينتقم منه، ما يجوز إن. خصوصا في الجو الإيماني. أما الطغاة المعروفون خليهم دولة. فالحوادث حوادث الدهر ما أكثرها. افرض إنسان مؤمن طيب تعرض حادث سيارة توفى، مو معناته الله غضب عليه، لا، هذا وما تجزون إلا ما كنتم تعملون. الله يعطيه حاسبه على ذنوبه، يثيبه على حسناته، مو شرط. لكن البعض نعم سوى ذنب قطع رحمه، الله قلل من عمره، بس منو ذول احنا ما نعرف، ما نقدر نحكم. لاحظ من يعني الحالات العادية، أما أكو حالات استثناء معروفة ديش واحد. بالحالات العادية ما لنا حق أن نحكم على الناس، هذا الله راضي عنه وهذا الله ما راضي، وهذا الله خلص الناس منه وهو قد يكون إنسان مؤمن بس عندي خلاف أنا معه، بسبب خلافي أحكم عليه أنه هذا من أهل النار وذاك من الجنة. فهاي إحنا من نتحكم بها. بس على العموم الحياة تدري الدهر دهر، فإن فعلينا ألا نخترر الغرور. أكو ناس ترى من يشوف الدنيا ضحكت له
نسأل آخرة ونسأل أصيب الغرور وجدت مكتوبا على قبر من القبور هالبيتين من الشعر. يقول هي الدنيا تقول بملء فيها حذاري حذاري من بطشي وفتكي، ولا يغرركم طول ابتسامي فقولي مضحك والفعل مبكي. فلا حد يغتر بالدهر يد الأيام، شوف الشاعر شو يقول، وأيديك إن طالت عندك ملك وعندك سلطة وعندك خدم. الشاعر يقول وأيديك إن طالت فلا تغترر بها فإن يد الأيام منهن أطول. أين القياصرة؟ أين الفراعنة؟ أين الأكاسرة؟ ذكرتني بالقياصرة والفراعنة سمحت السيد. نحن نقرأ في التاريخ، تاريخ الأمم، تاريخ الكرة الأرضية منذ خلق الله آدم، بعض الأنبياء أو بعض الأقوام كانت أعمارهم طويلة. البعض مثلا لقمان الحكيم طال عمره إلى 4000 سنة، النبي نوح على نبينا واله عليه السلام إلى 2000 عام أو أكثر أو أقل، 2500 سنة بعض الروايات تقول. الآن في حين في عصرنا هذا يعني معدل الأعمار 60-70 سنة. صحيح. معدل. صحيح. ما فلسفة طول العمر بالنسبة للأقوام السابقة وزمننا هذا أنه بهذا المعدل؟ أنا قد أنا قد أختلف معك يا أخي العزيز. من قال أن الأقوام اللي سبقون لهم أعمار طويلة؟ لا، دول كم واحد معمرين استثنائية. إيه يعني هذا عندنا أكو كتاب أنا قارئ اسمه كتاب المعمرين. مثلا آدم عمره 1000 سنة عليه السلام، نوح 2500، إدريس كذا كذا كذا، عدده. أما من قال؟ بالعكس، أنا أقرب التاريخ أنه كانت تأتي أوبئة تحصد لك آلاف، هذا الطاعون خو بالبصرة ذاك إحنا ملو ما لحقنا عليه. يحصد سيد عبد الله شبر جدنا السابع يقول فلان عندي مات بالطاعون، فلان مات، فلان. زين، كان الطب ما متطور حتى هذا يقولون هذا بي سكر وهذا بي ضغط وهذا بي كوسترول مرتفع، ما عندهم هالأجهزة، مات قدمت بالسكر. مقصد بعض يقول ما كان أكو سكر وسأكل، لا نختلف. فما مسألة طول العمر، من قال أكو عقر التاريخ هو مات عمره 30 سنة، مات 20 سنة، مات أطفال، مات كبار صغار، مسألة عادية. لكن قد أتفق معك أن في زماننا هذا صحيح طول العمر ما موجود. ليش؟ أنا عندي تفسير، وهو أوعزه إلى أمرين. الأمر الأول كثرة الهموم، يعني النبي صلى الله عليه وسلم يقول الهم نصف الهرم. حقيقة يعني تلقى إنسان يقول لك قدر عمري كم، يقول لك عمرك 60-65، بس هو في الحقيقة 40 سنة. ليش؟ عنده هموم، عنده زوجة شال عقلبه مثلا سبب له مشاكل وما أكثرها. عنده ولد عاق، يومية مخافر وشرطة لعب بحال لعب، عنده أذى من جيران من كذا، فمشيبة مسكينة الأمونس ولا. أكو بالعكس يقول لك شو قدر عمري ولا ها 35، يقول لك أنا ترى 50 سنة استوني طويل 50، شو بعدك بنظارة عمرك ما عنده هموم. وماكو أحد ما عنده هموم، بس هذا يعني أكو طبع سيد، طبع أحسن. أكو واحد طبع شوفه دائما منفعل، دائما عصبي، دائما أبسط غلط. الأمور وأكو لا واحد بالعكس غلط. طبع بارد. وين الحلم؟ وين الصبر؟ وين التفكير بالعواقب؟ أنا ماكو داعي يعني أقل شيء أثور. ليش؟ هاي ليس من العقل ولا من الإيمان ولا من التقوى. أنا أكون أصبر، أضحك للمشاكل. شاعر يقول لها دريني أذق حر الزمان وبرده، فلا خير في من عاقه الحر والبرد. أنا أكون أسيطر على الأحداث، أصبر زين، أقابل الأمور بالحلم والوقار. شوف المؤمن الإمام عليه السلام في وصف المتقين يقول في الزلازل وقور. شكت عبارة بليغة، في الزلازل وقور،
شايف زلزال بس هو وقر. في الزلازل وقور وفي المكاره صبور وفي الرخاء شكور. يصبر مشاكل تصير وإذا مشاكل أتوكل على الله وشون عالي أقتحم هذه المشكلة لحلها. أقتحم الجسور اللي يقتحم وينتصر إن شاء الله. شنو سواك ولقد كرمنا بني آدم من كرمك بشهواتك أكل ونوم؟ لا كرمك بالعقل بالصبر بالحكمة. زين هذا الإنسان الواعي يعني. فأنا مو فأوعزها قصر العمر. أولا الحالات النفسية هو شوية صارت عنده مشكلة ويا زوجته تشوف قام ينفخ ويزبد ويرعد وتأذى مدري شنو رأسا الكليتين مدري صار بين عنده رأسا صار بيه سكر ضرب عنده الضغط مدري شنو صار وإذا يعني مشاكل منه يخلق مشاكل حتى النبي صار عنده مشاكل ويا زوجاته يعني شلون يعني انتحر النبي ملخ روحه معك وتشحج. العامل الثاني العامل الثاني تلوث البيئة. الآن كل شيء عندنا ملوث، الماء ملوث، الهواء ملوث، الأكل ملوث، كل شيء تلوث عندنا. الآن الشركات اللي ما تخاف الله يصنع بضاعة يخليها مواد حافظة مثلاً السبب سرطانات، هو اللي يربح شعله بالأمة. عسى الناس ملايين خلي تموت وإيش اللي شاء الله. أنا المهم أربح فلوس. الماء ملوث، البيئة ملوثة. الآن إحنا كيفين كل واحد عنده سيارة وسيارتين، مو هذا عادم السيارة، هذا الإكزوز، هذا وين يروح؟ هذا كله يدخل في الرئتين، يدمر أجسامنا، يسبب السرطان، يسبب أمراض. هاي المعامل فرحانين بها جاي تكثر المعامل ما أكثرها. هاي الناتج مال المعمل وين يروح؟ هذا كله يدخل في رئتي ورئة طفلك وزوجتك وأهلك وأهلي، كله جاي يدمرهم. هذا في هذا القسم الأخير ما تبقى لدينا من وقت. بالتأكيد عبر العصور والأزمنة التي سبقت حوادث كثيرة، شخصيات كثيرة من أنبياء وغير أنبياء وفراعنة وإلى آخره، طواغيت، كيف نستطيع أن نأخذ عبرة من هؤلاء؟ حقيقة حينما نقرأ التاريخ نرى فيه العجائب. نرى دولا تهافتت وتساقطت، نرى ملوكا ملك الدنيا وإذا بهم في الحضيض. أنت أقرأ مثلا تاريخ بني أمية، ش ملكة، شنو من جواري، شنو من أموال، شنو من قصور. هذا واحد منهم والي البني أمية كان في خراسان، فديوم يقول للخادمة خادمة قاعدين يقول لحسبت أموالي أملكها، فوجدت أني لو أنفق كل يوم 1000 دينار ذهب لما تنتهي. فما أدري شو أسوي، أنا أعجب كيف يأتيني النوم وعندي هالأموال. فهو هذا خوي جاوبه ذكي كان هذا الخادم أو الكاتب مالته أو السكرتير، قال له لا أنا بعكسك، أنا أعجب كيف ستنام حينما تذهب منك هذه الأموال. هذا فز طبعا. قال له شنو هاي تروح من الأموال؟ وقال له ستعذرني أنا قلت تحجاي سا. يقول مرت الأيام، انهارت الدولة الأموية، وإذا بهالرجل هذا كان يقول ما يقول عن أمواله، شافه راكب على حمار صغير وقد باع فضة مصحفه، كان القرآن شوية فضة يخلون به، ليشتري بها رغيفة. يقول الراوي قلت لها أين أموالك التي كنت تقول فيها كاتبه سابقا أي وين؟ يقول بكى ثم تلا قوله تعالى كل شيء هالك إلا وجهه. فالناس كنت تعتبر، لكن مع الأسف تجد الطواغيت والحكام ظلمة ما يعتبر من هؤلاء. هو لو كان أكو اعتبار ما صارت هذه المجازة. زين وين يعني هم دول بني العباس، بنو العباس اللي حطموا الدولة الأموية
وشافوا جرائمهم استهتارهم بذخهم خلاعتهم غيرهم يعتم لا تعال شوف أعماله شو هارون عنده كم قصر وأربعة آلاف جارية ويخاطب الغمامة أينما تمطرين فخراج وكليل شوف الله سوى بي بعد المتوكل أنا شايف آثار قصوره في سامراء هذا اللي كان يجيب المخنثين والأهل الخلاعة ويقروا له أشعار السب علي بن أبي طالب والسب فاطمة الزهراء سلام الله عليهم وين صار المتوكل طبوا عليه الأتراك واحد شرب من دمه أخذ الوريد قطعه وقام يخلي يشرب 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 من دمه وسكرانه وين صار هذا قصوره رح شوف آثاره الآن عنده قصر العاشق وقصر الجعفري وقصر باركوار وعنده وعنده جوار وكل شيء عنده وينه وين طاغية العراق الملعون وين قصوره وين صوره بكل مكان وين صار إلى اللعنات وطلعوا من جحر الفأرة غير الناس تعتبر ما أكثر أمير معالي السلام يقول ما أكثر العبر وأقل الاعتبار فعلينا أن نعتبر حتى نعرف عمرنا وين نصرفه وين ننفق هالعمر هذا بماذا نستخدم الأيام والساعات هذه اللي الله راح يسألنا عنها لنستذكر قوله تعالى وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون وين عبادتنا لله احنا وين انتظارنا لصاحب الأمر والزمان الله تعالى سمعت السيد العبرة والعبار والموارد العبرة عبر التاريخ كثيرة وكثيرة جدا وكما تفضلتم أنه في نصيحتكم للأخوة والأخوات المشاهدين أن يطلعوا لأنه بالتأكيد ليس من فراغ يذكر القرآن هذه القصص إنما ذكرت من أجل أخذ العبرة ولكن هنا بشكل سريع حتى أنتقل لسؤال آخر كيف يستطيع الإنسان يعني هذا العمر مهم الوقت كما يقال الوقت كالسيف إن لم تقطعه قطعك كيف يستطيع خصوصا الشباب الطلاب الطالبات كيف يستطيع أن يبرمجوا وقتهم يعني هل هناك فد نظام خاص ممكن أو نظام عام ممكن أن يبرمج الشاب وقته أو تبرمج الفتاة وقتها أهم نقطة بالشاب أهم نقطة أنصحه أهم نصيحة أن يبرمج وقته كل واحد عنده موبايل أحسن موديل آيفون حاطه جالكسي اللابتوب كل واحد عنده ماكو واحد معنا حتى الأطفال صحيح. ما له خلق تكتب برنامجي ما يلي أنام ساعة كم بالليل أنهض ساعة كم هاي الساعة شو أسوي بيها؟ هاي الساعة شو أسوي بيها؟ هاي إيش أطالع بيها؟ هاي إيش أقرأ بيها؟ إيش قد من عد أخلي عبادة لله؟ إيش قد أطور نفسي؟ إيش قد أسوي تمارين رياضية حفاظا على رشاقتي؟ شكو بيها؟ ساعة أتمتع بيها؟ أتمتع بالجو اللطيف أسافر زين أقعد في حديقة حلوة من أقول لك الله ما يقبل ذني زين أسوي موازنة أعيش الوسطية كما أشرنا إلى ذلك فالشاب إذا أراد أن يكون ناجحا في حياته وفي آخرته عليه أن يبرمج وقته يعني مثلا أفرض يقول خلي أقعد قبل أذان الفجر نص ساعة خلي يوفق إلى صلاة الليل يصلي صلاة الليل إلى أن يأذن يصلي النافلة يصلي الفجر أقرأ لك فد صفحة قرآن دعاء الأيام أكو دعاء يوم السبت ودعاء يوم الجمعة ودعاء يوم الأحد دعاء الأيام تعويذات الأيام أنت طالب مدرسة زين فوت تريق وكل لك لقمة وروح على دوامك بالجامعة بالمعهد بالابتدائية بالمتوسط بعدها تجي الذاكرة الدروس اللي خذتها وقت الغداء هلقت طور نفسك روحيا أنا شو وقت أقوي تقوى عندي شو وقت أخاف الله حقيقة أريد ممارسة ألتقي بالعلماء أستفيد منهم أتعرف على قصص العلماء أو النواصب الذين وصلوا إلى هذه المراحل
أجي أقول له أوصني، مو كان يدخل معاذ بن جبل وبلال وفلان على النبي، أوصني عندك ما شاء الله، لا تروح وتتعب، دزله مسج قل له أوصني، على الواتساب قل له أوصني، اسأله فد مسألة قل له شلون أطور نفسي الآن على الصعيد الروحي والعملي. أحسنتم سمحت السيد، الوقت ضيق، ولكن في هذه الدقائق الأخيرة حبذا لو تذكرون مسألة حسن العاقبة. كثير كذلك ذكر لنا التاريخ، وكذلك في هذا عبر وعظة، إنه الكثير قضى عمرا طويلا في العبادة، في الصلاة، في الصوم إلى آخره، ولكن تجد نهايته كانت نهاية مأساوية سيئة، والعكس كذلك، تلاحظ عمر قضى في يعني بعيدا عن الدين، ربما بعيدا عن الطريق الصحيح، ولكن في أيامه الأخيرة وربما في لحظاته الأخيرة في بعض القصص أنه لم يصلي صلاة المسلمين واستشهد مع المسلمين. كيف يعني تبين المشاهد الكريم هذه المسألة؟ بنظري أهم دعاء أنا اللي أدعو به، أهم دعاء، اللهم ارزقنا حسن العاقبة. أحسنت. أهم شيء الخاتمة، وعندي شعر أنا كاتبة مرات أنظم، إن ختم الله بغفرانه فكل ما لاقيته سهل. أكرره؟ نعم. إن ختم الله بغفرانه فكل ما لاقيته سهل. سهل. إذا الله ختم حياتي بالغفران كل شفناه سهل، السجون والآلام والأمراض والأذى الناس والهذا استغابني تسقط كله سهل يصير ما دام الله يختمنا بحسن العاقبة. ربما هذا مقتبس من المعنى العظيم في دعاء عرفة للإمام الحسين، يطلب منه شيء إن فقدت، ما معنى الكلام، إن فقدت كل شيء ما دام عندي هذا الشيء وهو الجنة أو وهو الغفران، رضا الله. رضا الله. شوف هذا الشاعر العرفاني شلون بيت حلو، يقول له رضاك رضاك لا جنات عدن، وهل عدن تطيب بلا رضاك، أو العتق من النار، وهل عدن تطيب بلا رضاك. احنا نمشي رضا الله، ورضوان الله أكبر. إذا الله رضي عنا وهذا أحلى من الجنة، احنا نريد الآن دائما يكون الله رضى عنا. في الختام الختام الإنسان ختام هذا بالعاقبة الطيبة، هذا اللي نرجو من الله، ويجب أن ندعو الله، نتوسل بهالشيء. طبعا هذا يعتمد على سلوكك أيها الإنسان. أحسنتم. وفي الختام سماحة السيد محمد أمين شبر، شكرا جزيلا لكم على هذه المعلومات وهذه الإيضاحات. يا راقد الليل مسرور بأوله، يا راقد الليل مسرور بأوله، إن الحوادث قد يطرقنا أسحارا. الشكر موصول لكم سادتي وأحبتي المشاهدين الكرام على حسن الإصغاء والاستماع والمشاهدة، نلتقيكم إن شاء الله على الخير والبركة في حلقة قادمة، فإلى ذلك الحين استودعكم الله، والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.